حسناً صدقوا أو صدقوا، فعدم التصديق ليس خياراً أمام الوثائق والمستندات. محاولة إدخال مواد الأمونيوم نيتريت إلى سوريا أواخر عام 2013، أي في نفس الفترة التي دخل فيها بابور الموت إلى مرفأ بيروت. هذه هي التهمة التي وجهتها الخزانة الأمريكية إلى مدلل خوري، وعليه فبإمكان المؤمنين بالصدف وبمحاسن الصدف أن يضيفوا هذه المعلومة إلى قائمتهم، بل وعلى ظهر البيعة إليكم هذه المعلومة الصدفة الجديدة، وهذه المرة من قبرص ومن مصرف FBM. منذ تأسيسه في مدينة نيكوسيا عام 82، ظل مصرف FBME متكلاً وربما متكئاً في جزء كبير من ملاءته المالية على زبائنه الأثرياء خارج قبرص، وتحديداً في روسيا ودول أفريقيا، حتى أنه أنشأ مكتباً تمثيلياً له في موسكو منذ عام 93، كما جعل من تنزانيا مركزاً رئيسياً له منذ عام 2003، حيث تحول إلى المصرف التجاري الأضخم هناك بأصول بلغت نحو 3 بلايين دولار. عام 2011 حصل المالك السابق وربما الأخير لبابور الموت كارالومبوس مانولي على قرض من المصرف المذكور بقيمة 4 ملايين دولار لشراء سفينة تجارية جديدة. لم يعد مانولي قيمة القرض أبدا، بل انتهى الأمر بعد أشهر قليلة فقط ببيع مصرف FBME للسفينة بالمزاد العلني. هل كانت السفينة المرهونة تساوي فعلا هذا المبلغ الباهظ؟ وإن لم تكن تساويه، فكيف وافق المصرف على قيمة القرض؟ ولماذا اشتراها مانولي بهذه القيمة أصلا؟ وكيف ولمن تمت إعادة البيع بالمزاد العلني؟ أين استخدمت ملايين القرض الأربعة ولمن دفعت؟ وهل من بين المدفوع لهم شركات وهمية على نسق الشركات التي يكتظ بها ملف شحنة الأمونيوم نيتريت؟ والأهم من هذا، هل أعطي القرض كي يرد؟ أم أن ما حدث يحمل شبهة تبييض الأموال؟ كل هذه الأسئلة التفصيلية المملة تصبح أسئلة أكثر من مبررة وأكثر من شرعية عندما يتبين أن الكم الكبير من العمليات المشبوهة التي كانت تتم داخل المصرف جعلت الخزانة الأمريكية تضعه على مصقلة العقوبات عام 2014. وزارة الخزانة الأمريكية، قرار صادر عن مكتب مكافحة الجرائم المالية 8 تموز 2014، إشعار بأن مصرف FBME مؤسسة يشتبه بقيامها بعملية تبييض أموال، يستخدم المصرف من قبل زبائنه لتسهيل عمليات تبييض الأموال، تمويل الإرهاب، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التزوير، التحايل على العقوبات وسواها من الممارسات الدولية غير الشرعية. عدد كبير وملحوظ من عملاء المصرف هم عبارة عن شركات وهمية في قبرص وغيرها من الدول المصنفة خطرة في مجال تبييض الأموال، وتقدر كمية التحويلات الإلكترونية التي قامت بها هذه الشركات بين نيسان 2013 ونيسان 2014 بمئات ملايين الدولارات. بين عملاء المصرف عميل واحد على الأقل هو عبارة عن شركة تمثل غطاء لكيان سوري تحت العقوبات الأمريكية، وهو مركز الدراسات والأبحاث العلمية السوري SSRC المتهم بقيامه بتطوير أسلحة دمار شامل. من الصعب معرفة حجم النشاط الشرعي للمصرف في قبرص بسبب محدودية المعلومات المتوفرة، وعلى الرغم من زعم المصرف أن لديه عددا محدودا نسبيا من الزبائن في قبرص، إلا أنه في الوقت عينه يؤكد أن 90% من أنشطته المصرفية ومن أصوله هي في فرعه القبرصي. يقول المصرف أنه ليس في حالة منافسة مع المصارف التجارية الأخرى في قبرص لأسباب عدة، من بينها أنه لا يقوم بطباعة دفاتر الشيكات، لا يقدم قروض تجزئة، وعملائه القبرصيين محصورين بشكل أساسي بالموظفين والمتعاقدين والمتخصصين الذين يستعين المصرف بخدماتهم. هذا غيض من فيض الاتهامات الأمريكية الذي دفع بشركة إرنست أند يونغ لإجراء تدقيق مفصل في حسابات المصرف، تبين بموجبها وعسى أن يكون جماعة الصدفة ما زالوا يتابعون، تبين بموجبها أن جورج حسواني والشقيقين مدلل وعماد خوري يتصدرون قوائم عملاء المصرف. تقرير سري شركة إرنست أند يونغ 5 من كانون الأول 2014.
مراجعة وتقييم حركة التحويلات في مصرف FBME. شركة فيكو ليميتد وهي شركة مفوض بالتوقيع عنها عماد خوري ومدلل خوري، من أصل 50 حسابا تمت مراجعتهم، 22 تم التواصل بينهم وبين المصرف من خلال شركة فيكو أو من خلال عماد أو مدلل خوري. من أصل 50 حساب 14 حسابا هي لأشخاص من عائلة خوري. من زبائن المصرف أيضا شركة هيسكو للهندسة والإنشاءات المملوكة من جورج حسواني. يتقن الروس صناعة دمية الماتريوشكا تماما كما يتقنون ممارسة لعبة الشطرنج، وعليه هل هي صدفة إضافية أخرى أن تكون حكاية بابور الموت مزيجا من اللعبة والدمية، فيتوارى فيها خلف أفراد خطيرين أفراد أكثر خطورة، وتختبئ شركات في داخل شركات؟ سؤال من ضمن أسئلة كثيرة تستحق عناء البحث عن جواب، ولكن ليس الآن. الآن تطفئ رحلة البحث محركاتها بشكل مؤقت وتستريح بعد أن أثبتت لمن يريد حقا أن يتثبت أن الشك في أصل وفصل الرواية الرسمية لم يكن أبدا إثماً.